السلام عليكم، معاكم الدكتورة شيماء محمد سيد. النهاردة هتكلم معاكم عن الكيس ستادي about الانكزايتي. في الأول هنتفق إن شاء الله عن بعض الحاجات هتعملوها قبل ما تسمعوا شرح الكيس، إن انتوا هتذاكروا المحاضرة بتاعت الانكزايتي وهتفهموها كويس، وبعد كده تدخلوا تسمعوا شرح الكيس. طيب دي اول نقطة. النقطة التانية اني هتفق معاكم على بعض الحاجات وانا بجرى الكيس، هنفهم جزء جزء وهنفسر الجزء ده معناه ايه، وانا بشرح هقول الجزء ده مهم. طالما قلت الجزء ده مهم او نركز في الجزء ده، يبقى دليل ان احنا الجزء ده هنعمل له assessment. تمام، بس عشان خاطر ما اعمل لكمش interruption واقول الجزء ده تبع ايه والجزء ده تبع ايه، هقوله كله على بعضه في الاخر، بس وانا بشرح هقول ان الجزء ده مهم، دليل على ان انا هاخد الجزء الكلمة دي او الجزء ده وهحطه في assessment. طيب بعد ما خلص شرح الكيس هنتكلم عن assessment طبعا ريليتد للكيس بتاعتنا، وهنقسمها طبعا لعناوين عريضه وهنقول اثناء ما انا بقول الاسسمنت، وبعد كده هعمل نيرسينج كير بلان اللي هي نيرسينج دياجنوسيس وريليتد اللي نكتب بعدها السبب وافضنسد باي، بيكون الكلام ده واضح في شكل ايه، وبعد كده هنكتب الجول، وبعد كده هنعمل نيرسينج انترفينشن. تمام، طيب الكيس بنبدأ دلوقتي. هجرى معاكم الكيس وهنقول أو نفهم ونفسر جزء جزء. أولا الحالة بتاعتنا اسمها إيه؟ اسمها سوزان. سوزان دي عندها 18 سنة، دي طالبة جامعية، كمان إن هي being seen in the student counseling center، يعني هي موجودة في مركز الإرشاد الطلابي. She has been on EDIG since she left home 7 months ago to start school at large urban university more than 4 hours away from her home in small rural town. هنا هي حاسة نفسها على حافة الهوية منذ ايه، نركز في الحتة دي، منذ ما هي تركت بيتها من 7 شهور عشان خاطر تروح تدرس في احدى الجامعات اللي في المدن الكبيرة. الجامعة دي بتبعد عن بيتها 4 ساعات، يعني بتاخد 4 ساعات عشان خاطر تروح بيتها. بيتها ده فين؟ في احدى القرى الريفية الصغيرة. خلاص، يبقى الجزء ده ايه؟ ده الجزء ده مهم. تمام، ندخل على الجزء التاني. She worries about everything she does at school and خلي بالنا من الجزء ده برضو مهم. هي بتقول ايه؟ هي قلقة من كل شيء هي بتفعله في المدرسة. And also وبرضو ده جزء مهم. Worries about her mother and younger brother back home because she say her dad drink too much and get angry easily. كمان هي بتقول ان هي قلقة عن her mother وكمان عن مين؟ younger brother اللي هما في البيت. طيب ليه هي قلقة ليه؟ عشان خاطر هي بتقول ان والدها بدرينك تو ماتش، بيشرب كتير. هنا بيشرب كتير معناها ان هو بيشرب الكحول كتير، وكمان ان هو جيت انجري ايزلي، يعني من السهل ان هو يغضب، وبرده ده جزء مهم جدا. Lately, Suzanne has been having difficulty concentrating on studying and her grades are falling. برضو ده جزء مهم. بيقول ايه؟ ان في الاونه الاخيره
ان سوزان كان عندها صعوبة في التركيز في المذاكرة، وبدأت الدرجات بتاعتها ايه تقل وتنزل. تمام، الجزء ده مهم. نكمل. She has trouble getting to sleep at night and when she finally does sleep it's really for more than 2 or 3 hours. برضو ده جزء مهم، بيقول ايه؟ ان هي بيبقى عندها مشاكل في ان هي تقدر تنام بالليل، عندها صعوبة في ان هي تنام بالليل، ولكن هي بتنام في الاخر. بس حتى لو نامت، نادر لو نامت اكتر من 2 أو 3 ساعات. خلاص، برضو ده جزء مهم. طب نكمل. She say her roommate is complaining that she is irritable all the time. يبقى هنا بتقول ايه؟ ان هي بتقول ان صاحبتها او زميلتها اللي في الحجرة بتشتكي وبتقول ان هي she is irritable all the time، وده برضو جزء مهم. But she thinks that is because she is always tired from lack of sleep. هي بتعتقد ان الكلام ده سببه ان هي دايما تعبانة من قلة النوم. سوزان say she is worried that she will flunk out of school. هي سوزان بتقول ان هي قلقة ان هي تطرد من المدرسة. But maybe that would be better so she could go home and take care of her family problems. هي بتقول ولكن ده ممكن يكون افضل ليها عشان خاطر ترجع البيت وتهتم بمشاكل أسرتها. هي كمان عارفة she would do much better in school if she stopped worrying so much, but she say she can't hear herself. هي عارفة ان هي ممكن تفعل الافضل او تعمل الاحسن في المدرسة لو توقفت عن القلق، ولكن هي بتقول ان هي لا تستطيع ان تساعد نفسها. كده احنا خلصنا قراية الكيس وفهمنا كل جزء معناه ايه. وانا بقرأ الكيس قلت الكلمة دي مهمة او الجزء ده مهم، دليل على ان احنا هناخد الجزء ده او نحطه في اعتبارنا واحنا بنعمل assessment. تعال بينا دلوقتي هنعمل assessment of this case. في الassessment واحنا بنعمل assessment لازم بنعمل عناوين عريضة، بنكتب عناوين عريضة واحنا بنعمل assessment. اولا انا هعمل assessment لايه؟ هعمل assessment لاربع حاجات هنكتبهم كده. اولا assessment of المود symptoms، هنعمل تاني حاجة assessment of behavior symptoms، تالت حاجة هنعمل assessment of cognitive function، رابع حاجة هنعمل assessment of predisposing factors. تمام. طيب اول حاجة كتبناها ان انا هعمل assessment of mood symptoms. ايه الحاجة اللي واحنا بنجراها في الكيس تعتبر مشكلة او تتحط تحت mood symptoms؟ ان هي ايه؟ المود بتاع الحالة بتاعتنا كان ايه؟ كان عندها worry. طب ايه الجزء اللي في الكيس اللي خلانا ان احنا نقول ان هي المود بتاع سوزان ان هي عندها worry؟ فعلا الجزء اللي بيقول she worries about everything she does at school and also worries about her mother and younger brother back home. خلاص، ان هي قلقة عن كل شيء بتفعله في المدرسة، وايضا قلقة عن her mother and younger brother back home، وده يعتبر المود بتاعها worry. طيب ودي كلمة worry هنحطها تحت assessment of mood symptoms.
طيب ايه تاني اللي في الكيس يتحط تحت الاسسمنت اوف المود سيمتومز؟ ان الحالة بتاعتنا ايه؟ الريتابول. طب ايه الجزء اللي في الكيس عشان خاطر نقول الحالة دي عندها في المود وانا بعمل اسسمنت اوف مود ان هي الريتابول؟ فعلا الجزء اللي بيقول she is irritable all the time. طيب يبقى احنا كده خلصنا اول assessment. طب الassessment التاني اسمه assessment of behavior symptoms. ايه الحاجة اللي موجودة في الكيس وتتحط تحت assessment of behavior symptoms؟ ايه الحالة بتاعتنا كان عندها ايه؟ كان عندها insomnia او lack of sleep. إن هي she has trouble getting to sleep at night and when she finally does sleep it's really for more than 2 or 3 hours. إن الحالة عندها مشاكل في إن هي تنام بالليل وهي حتى لو نامت هي بتنام في النهاية ولو نامت بتنام نادر ما تاخد 2 أو 3 ساعات. وده يتحط الجزء ده بيتحط تحت ايه؟ تحت الانسومنيا او اللاك اوف سليب. والانسومنيا او اللاك اوف سليب دي بتتحط تحت الاسسمنت اوف مين؟ الاسسمنت اوف بيهيفير. تمام. طيب هنعمل الجزء الثالث الاسسمنت اوف الكوجنيتيف فانكشن. طيب ايه الحاجه اللي موجوده في الكيس وتتحط تحت الاسسمنت اوف الكوجنيتيف فانكشن؟ فعلا الحالة كان عندها ايه؟ lack of concentration. طب ايه الجزء اللي في الكيس عشان نقول دي lack of concentration؟ الجزء اللي بيقول سوزان has been having difficulty concentrating on studying. ان هي عندها صعوبة difficulty في ان هي تركز في ايه؟ الدراسة. ودي الجزء ده يعتبر لا ان هي عندها lack of concentration. واللاك اوف كونسنتريشن تتحط تحت الاسسمنت اوف الكوجنيتيف فانكشن. طب الجزء الرابع ايه؟ هنعمل اسسمنت اوف البروديسبوزنج فاكتورز. ايه البروديسبوزنج فاكتورز اللي خلت سوزان ان هي تدخل في الريتابول والوري؟ ان هي ايه؟ away from home for about 7 months and her father drank too much. دي بتعتبر predisposing factors بالنسبة لسوزان. ودي بالنسبة لسوزان بتعتبر ايه؟ stressful event. لاني ال stressful event ده بيرجع من شخص الى شخص، بيختلف من شخص الى شخص. شخص بيعتبر ان هو لو ساب بيته وسكن في المدينة ده حاجة امر عادي مفيش مشاكل، وحد تاني بيعتبره لا ده مشكلة، ده stressful event، ده يعتبر predisposing factors ان هي تدخل في الوري والirritability والanxiety. فكده هنا البردسبوزنج فاكتورز اللي دخلت سوزان في الirritability والوري والanxiety ايه؟ ان هي سابت بيتها من 7 شهور وان her father drank too much. ودي بالنسبة لها يعتبر ايه؟ stressful event. كده انا خلصت الاسسمنت. وطبعا انا بعمل assessment related للكيس اللي عندي. التقسيمه اللي بعملها في الاسسمنت بتكون related للكيس اللي موجوده عندي. يعني تقسيمه الاسسمنت هتختلف من كيس لكيس على حسب الكيس، بيزد على الكيس. تمام. وكمان من خلال الاسسمنت اللي انا هعمله وكتبته هعمل من نيرسينج كير بلان بيزد على الاسسمنت اللي انا عملته. خلاص. تمام. ايه هو بقى النيرسينج كير بلان اللي انا هعمله ريليتد للاسسمنت وريليتد للكيس بتاعتنا؟ اولا هحط نيرسينج دياجنوسيس، وبعد كده ريليتد لايه؟ افدانسد باي ايه؟ والجول والنيرسينج انترفينشن. ايه هو الموست امبورتنت نيرسينج دياجنوسيس للحالة بتاعتنا دي، للكيس بتاعتنا دي؟